الحمد لله منين جيتي عندي راه التاكسي ما بغى يديني للسبيطار. وانت كتشوف الفلوس اللي كاع اللي جمعنا باش ندوزو بهم الكونجي ديال راس العام غنديهم لهاد السبيطارات. كيف كيقولوا جدودنا الوليدات راه كيتزادوا برزقهم الله يهديك. اش من رزق؟ هذا راه كاع رزق غيجمعوا غيخليونا مقمطين على الدس. ما تقولش بحال هكا على ولدك. لا لا ولدي كون كان ولدي وكيسمع ليا وديال قلبي يكون شاورني على الاقل يخلينا تندوزو راس العام ويجي. وامك امك راه مرتاحة انا راه في العذاب. داك العام سيدي هي وما اتفقوا ولدت لي في السان فالي تاه قلنا ما كاين والو هاد العام جابوا لي مع راس العام قد قد بغا يزمطني يوم بدو يتيروا فيا انا. انا هي ما علمتكش؟ والله ما فراسي فراسك انا راه بحال شي براني في هذيك الدار. لا مدام لا بحال هادشي لا خصك تجلسي مع راجلك وتشاوري معاه. لا راه تشاورت 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 مع امها قالت لها يوصل راس العام لوحي لها الدري. هادا هو صافي تهدر راه انت مول العقل اسيدي. واش هادي تخلي لك شي عقل؟ فين كانت يناير؟ فين كانت يونيو؟ فين كانت شتنبيت؟ فين كانت فبراير؟ فين كانت اغسطس؟ فين كانت فين كانت يا وقت مرشقات لا تولد؟ اش انت هاد الشيء راه كيهضروا عليه الناس قبل لا يسنيو. وراه هادشي راه درتو معايا انا في الكاغط شارط عليها باش ما تولدش في العطل والاعياد الدينيه والاعياد الوطنيه. ولكن صيت كورونا دابا كنت كندور مع راسي في اسطنبول وكنشوف في لا تور ايفيل. لا لا تور ايفيل كاينه في باريس فرنسا. او حولوها وشوفي الناس خدامين وحنا عاطينا للولاد. سبحان الله العظيم راسو غا راس العام.